بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نبدأ غرزتنا ونبدأ التصميم بتاعنا، عملت مجموعة الغرز دي، والغرز دي حوالي 30 34 غرزة. هنبتدي نشتغل، وعملت عينة من التصميم اهو قصادنا، عينة مبدئية كده لسه ما كملتهاش زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ الجزء ده جزء غرز عدلة، ونبتدي التصميم بتاعنا قول من كده من نص عدد الغرز النموذج اللي عندي ده. فهشتغل تقريبا نص عدد الغرز اللي عندي، واجي عدله واجي في النص وابتدي غرزتنا. نبدا نبتدي بغرزتين مقلوبين، والتصميم فيه غرزتين مقلوبين في الاول، بعدين بعد كده بعد الغرزتين المقلوبين هناخد الغرزه دي والغرزه دي مع بعض، عدلين مع بعض الطريقة دي، نعوض بلفة خيط، بعدين غرزة عدلة، بعدين غرزتين مقلوبين تاني اللي هو الجزء ده اهو زي ما انتوا شايفين، هنا اتنين مقلوبين وهنا اتنين مقلوبين، في النص اتنين عدل مع بعض ولفة وغرزة عدلة واتنين مقلوبين. بعد كده هيجي التصميم ده اللي هو الفرع ده. الفرع ده هيجي ازاي؟ هيجي بلفة خيط واتنين عدل مع بعض من اللفة الخلفية عشان تميل كده ناحية الشمال اهو. يبقى بعد الغرزتين المقلوبين هخلي الخيط لفوق عشان اعمل لفة، واعمل غرزتين عدلين مع بعض من اللفة الخلفية مع بعض بالطريقة، ولفة الخيط اهي اهو. خدت اتنين عدل مع بعض لفة خلفية، عملت لفة خيط واتنين مقلوبين واتنين عدلين معا من اللفة الخلفية. بعد كده اكمل الغرز عدلة للاخر. ده اول سطر في التصميم يا جماعة. يبقى اول سطر عملنا ايه؟ اشتغلنا جزء من غرز العدلة في الاول، وجزء من غرز عدلة في الاخر، وتقريبا في النص كده او بعد النص بشوية ابتدينا بغرزتين، ولسه ما بانش الشغل. ابتدينا ده وش الشغل يا جماعة اهو، كل الغرز عدلة، وابتدينا بغرزتين مقلوبين اهم، غرزتين مقلوبين غرزتين عدلين مع بعض لفة خيط، واحدة عدلة اتنين مقلوبين لفة خيط واتنين عدلين مع بعض من اللفة الخلفية. نيجي في ظهر الشغل هشتغل الغرز العدلة دي، هشتغلها مقلوبة عادي اهي. هبتدي بغرز مقلوبة، بالغرز العدلة اللي في الأول هشتغلها مقلوبة، ولفة الخيط اهي هاخدها مقلوبة. قابلت لفة خيط هقابلها هعملها مقلوبة. هاجي غرزتين عدلين اللي هما كانوا مقلوبين في وش الشغل، بعد الغرزتين العدلين هلاقي غرزة مقلوبة ولفة خيط، دول بقى هطلع الخيط واخدهم مقلوبين اتنين مقلوبين مع بعض، وعوض التنقيص ده بلفة خيط لفوق وهشتغل مقلوب. انا كان الخيط مقلوب بس هلف كده عشان اعمل لفة وارجع لفوق واخد اللي بعدها اهي مقلوبة، اخدها مقلوبة. هقابل الاتنين عدلين اهو، غرزتين عدلين، بعد كده الغرز اللي في الاخر دي كلها مقلوبة لاخر السطر. يبقى ده السطر التاني في التصميم بتاعنا في ظهر الشغل. هو السطر التاني في ظهر الشغل هو هيبقى المقلوب مقلوب والعدل عدل، ما عدا غرزتين اللي بناخدهم مع بعض اللي هي لفة خيط واحدة مقلوبة، بناخد اتنين مقلوبين مع بعض ونعمل لفة خيط لفوق كمان.
هيبقى دايما كده في ظهر الشغل. وبقية الغرز المقلوبة مقلوبة. اخر واحدة بس بعملها عدلة عشان عارف الشغل، بعملها عدلة في وشي وظهر. نيجي للسطر التاني، الغرزة تبتدي تبان وتوضح وهتبقى سهلة ان شاء الله. جزء الغرز العدلة اللي في الاول بشتغلها عدلة، يبقى بشتغل كل الغرز دي عدلة لغاية ما اوصل للاتنين مقلوبين. التصميم بتاعي بيبدأ باتنين مقلوبين، خلاص خلصت الغرز العدلة. ادي الاتنين المقلوبين هشتغلهم، بعدها هقابل غرزة عدلة وغرزة ولف، اخدهم مع بعض عدل، اتنين عدلين مع بعض، عوض التنقيص ايه بلفة خيط بعده. بعد كده هقابل غرزة عدلة اشتغلها عدل، بعد كده هقابل الغرزتين مقلوبين مقلوبين. انا هنا بعمل تصميم الفرع ده اللي فيه اجور مايل كده ناحية الشمال، هعمل ايه، اخد غرزة عدلة اهي واجي فوق الاجورة دي اطلع لفة خيط لفوق عشان اعمل اجورة كمان، وبعدين اخد الاتنين دول عدلين مع بعض باللفة الخلفية بالطريقة دي، اتنين عدل مع بعض، اعوض اللفة اللي عملتها هنا وبيتكون لي فرع مايل ناحية الشمال. وعلى حرف اجورات هعمل 4 اجورات، هعمل 4 اجورات على 8 اسطر، واكمل الغرز العدلة اللي باقية عندي اهي. هاجي اعمل في ظهر الشغل السطر الرابع، هشتغل مقلوب مقلوب العدل عدل، ولفة الخيط الاولانية هاخدها مقلوبة، بس لفة الخيط والغرزة المقلوبة اللي بعد الغرزتين العدلين هاخدهم مقلوبين مع بعض واعمل لفة خيط بعضهم لفوق. يبقى بشتغل الغرز المقلوبة اهي في ظهر الشغل اهو، والاولين دول اشتغلهم برضو، يبقى غرزة مقلوبة ولفة خيط باخدهم عادي مقلوبين برضو. ادي غرزة مقلوبة لفة خيط باخدها مقلوبة، غرزة مقلوبة واللي بعدها غرزة مقلوبة، هلاقي غرزتين عدلين اشتغلهم عدلين، بعدها بقى هما دول اللي باخدهم اتنين مقلوبين معا اهم، واعوضهم بلفة خيط لفوق كده، وهقابل غرزة مقلوبة اشتغلها مقلوبة، بعد كده في غرزتين عدلين اللي هما كانوا مقلوبين في وش الشغل. بعد كده الغرز المقلوبة دي كلها هشتغلها مقلوبة لغاية آخر الشغل وأخلصهم، ونرجع نعمل السطر الجديد اللي في وش الشغل. رجعت اهو السطر الجديد في وش الشغل، هشتغل غرز العدلة اللي في الأول اهم، وابتدي التصميم بتاعي بالغرزتين المقلوبين اهم، بشتغل الاتنين المقلوبين زي ما انتوا شايفين. هاجي في غرزة عدلة ولفة خيط باخدهم مع بعض عدلين، وعوضهم بلفة خيط واشتغل بعضهم غرزة عدلة، بعدين بلاقي اتنين مقلوبين تاني ماشيين على طول، الاتنين مقلوبين واتنين مقلوبين اللي في الاول شغالين معايا في التصميم عشان يبان حوالين الغرز العدلة والاجورات اللي هنا اللي هو الصف اللي طالع ده السطر. بعد كده الغرز العدلة بتزيد هنا وهنا، الاجورات بتزيد برضو معايا، انا عايزة 4 اجورات، خد بالي بس في ده، الخيط كان لفوق لازم انزله عشان ما يعمليش لفة،
هتروح بيغلط وهو بيشتغل والخيط يبقى لفوق وتعملي عدل، فاعملي لفه. هشتغل غرزه عدله، بعدها غرزه عدله كمان، هي غرزه عدله عماله تزيد بسبب لفه الخيط اللي هنا. هعمل تاني فوق الاجورتين دول لفه خيط تاني عشان يعمل لي تالت اجوره، والغرزتين دول اخدهم مع بعض بالطريقه دي. انا بظبط الغرزه دي عشان شكل الحرف يطلع معايا كده. بعد كده بكمل الغرزة العدله اللي بقالي على الجنب الشمال ده في اخر السطر، واخلص السطر اللي في ظهر الشغل. في ظهر الشغل مش بيبقى فيه حاجه الا بس، هستمر عليهم دول اللي هم بعد الغرزتين العدلين هنا. بلاقي غرزه مقلوبه ولفه خيط، باخدهم مقلوبين مع بعض، وبعدهم بعوضها بلفة خيط لفوق. ماشي ظهر الشغل. هاجي برضو هشتغل انا واجي عندهم اوريها لهم. رجعت في ظهر الشغل اشتغلت الغرز اللي في الاول مقلوبة، واول غرزة مقلوبة ولفة خيط بشتغلهم عادي مقلوبين زي ما قلت لكم قبل كده اهي. واشتغل لسه اكمل غرز مقلوبة عندي، غرزتين عدلين. بعد الغرزتين العدلين هم دول، بعد الغرز العدلة دي الغرزتين دول، باخد المقلوبة ولفة الخيط دول مقلوبين مع بعض، بعمل تنقيس بعوضهم بلفة خيط لفوق تاني واشتغل واحدة مقلوبة، واكمل غرز العدلة غرزتين عدلين اهو، واكمل غرزي المقلوبة عادي بقية السطر. خلاص كده انا خلصت التصميم بتاعي في ظهر الشغل، خلصه وارجع على السطر اللي بعد كده اللي في وش الشغل. جينا عشان نعمل السطر الجديد في وش الشغل، وريكم شغلنا بقى شكله ايه. ابتدى التصميم هيبتدي بينا اهو زي ما انتم شايفين كده، اهو في غرزتين مقلوبين هيطلعوا على طول عدلين مع بعض، يطلعوا لفوق خط، ودول هيعملوا لنا برضو خط لفوق، والاجورات اللي على الجنب هي اللي بتميل على الشمال. بدأت بين واحد اتنين تلاتة، فعندي تلات اجورات وعملتهم على ست اسطر. جينا في السطر الجديد ده هنبتدي برضو لسه في اجوره كمان باقيه، احنا عايزين اربع اجورات على الجنب ده. هنبتدي التصميم بتاعنا بالاتنين المقلوبين. وي اتنين عدلين مع بعض ولفة خيط لفوق وواحدة عدلة، واتنين مقلوبين تاني وغرز عدلة. تلات غرز اهم بدأوا يزيدوا الغرز العدلة هنا، وفوق الأجورة دي هعمل لفة خيط عشان تعملي رابع أجورة اللي هي الأخيرة، والغرزتين دول عدلين مع بعض من اللفة الخلفية من ورا بالطريقة كده. بعد كده أعمل غرز العدلة اللي عندي غرز عدلة. خلص بقى ظهر الشغل زي ما اتعودنا، العدل العدل المقلوب مقلوب، ما عدا الغرزتين المقلوبة واللفة اللي بعد الغرزتين العدلين باخدهم مقلوبين مع بعض، وبعدها بعمل لفة خيط لفوق. بخلصه وارجع نعمل السطر الجديد في وش الشغل. قلكوا عشان نكمل يا جماعة، احنا كده خلصنا الفرع الاولاني اللي فيه اربع اجرات اللي مايل ناحية الشمال، احنا عايزين نكمل كمان فرعين بنفس الطريقة، بس في نفس الوقت الخط اللي هنا ده عايزينه يميل كده. بصوا هنا دي عينه كنت بجرب فيها الغرزه، الغرزه دي يا جماعه انا ما اشتغلتهاش قبل كده، بس انا شفتها وعجبتني قلت ايه اتعلمها واوريها لكم في الفيديو. هنا غلطت غلطه بس هي مظبوطه. بص الفرع مال كده، اليمين ده هيبتدي يميل ناحيه اليمين عشان هيعمل لنا مجموعه فروع على الناحيه اليمين. فما يبتدي يمين بيميل ازاي؟ بيبتدي ان احنا ناخد غرزتين مع بعض في السطر اللي جاي اللي احنا هنبتديه دلوقتي، غرزتين معا من اللفة الأمامية يميلوا ناحية اليمين، فيبتدي الفرع ده يميل ناحية اليمين. طيب هنا بقى الفرع الجديد ده هيبقى فيه أربع أجرات زي ده، بس مش هنعمل غرزتين مع بعض في الآخر هنا، لأ احنا هنبتدي نعمل لفة الخيط من غير اتنين معا هنا. ليه؟ لأن خدنا اتنين مع بعض هنا عشان الغرز ما تنقصش معايا، فباخد غرزتين مع بعض ناحية اليمين، وهنا ببتدي اعمل فرع جديد باجورات باجوره بلفه خيط من غير ما اختصر غرزتين مع بعض. يعني هنا الجزء ده هو يعتبر غلط. غلط في ايه؟ في ان خدت غرزتين مع بعض هنا كمان بعد الاجورات دي،
وخدت هنا، فالغرز ابتدت تنقص. احنا الجزء اللي في النص ده ثابت معانا، هنبتدي نشتغل بنفس الطريقة، الغرزتين مقلوبين اتنين مع بعض، وبعدين لفة خيط، وبعدين غرزة عدلة، واتنين مقلوبين. الجزء ده ثابت خلاص، مفيش تغيير فيه. التنقيص هيبقى من هنا. طب وانا هنقص هنا وهنا، في لفة خيط واحدة هنا، المفروض في لفة خيط كمان عشان الغرز ما تنقصش. بننقص اتنين مع بعض من اليمين، لكن ما بننقصش من الناحية الشمال هنا مع الفرع اللي هنا الجديد والفرع التاني ده. نبتدي نشتغل الجزء ده بقى. اهو اشتغلت الغرز العدلة، وهاجي قبل الغرزتين المقلوبين هلاقي الغرزتين عدلين دول، اختصرهم مع بعض. ليه؟ عشان يخلولي الجنب اليمين ده يميل ناحية اليمين. اتنين عدل اللفة الأمامية كده، ومفيش لفة خيط بقى ولا حاجة، عوض بلفة الخيط اللي في الفرع الجديد. ايه، اكمل واشتغل غرزتين مقلوبين ثابتين معايا. الغرزتين دول مع بعض، باخدهم مع بعض، اهو وبعوضهم بلفة خيط وغرزة عدلة بعدها، والغرزتين المقلوبين بتوعي ثابتين معايا على طول. وهنا ابتدي هنا بقى، بصوا الفرع ده خلاص، خلص الاجورات اللي هنا، ابتدي اعمل اجوره هنا فرع جديد زي ما ابتديت الفرع الجديد من تحت. يبقى هعمل هنا لفه خيط لفوق، اسيب الخيط لفوق، واعمل غرزه عدله من غير اتنين مع بعض بقى زي ما قلت لكم، عشان الغرز ما تنقصش. احنا اختصرنا غرزتين هنا، هم دول اللي هيعوضوا النقص اللي هي لفه الخيط دي، مش هنقص تاني. وبقيت الغرز عدلة كده، خلاص الفرع ده خلص، وبكمل اعمل فرع جديد. ده الجديد في اول سطر الفرع الجديد بتاع الشمال، اللي هو الفرع اللي هيطلع لي هنا في الشمال. اجي في ظهر الشغل هشتغل عدل عدل، مقلوب مقلوب زي ما انا ماشيه، مفيش اي حاجه. لفه الخيط دي هاخدها مقلوبه، واجي بعد الاثنين العدلين هاخد الغرزه المقلوبه واللفه، اخدهم مقلوبين مع بعض واعوضهم بلفه خيط لفوق وبس. هو ده اللي بعمله في ظهر الشغل طول ما انا ماشيه لغايه ما اخلص التصميم. اخلصه واخلص الغرز العدله في الاول هنا، ونيجي نكمل معاها.